نبدأ من جمال. جمال، لو تضعنا عن يعني ما هو واقع العلاقات السعودية العراقية صح التعبير اقتصاديا اليوم؟ بالتأكيد رعد، يعني هناك نمو كبير في العلاقات السعودية العراقية وفي حجم التبادل التجاري بين البلدين. اليوم بتشهد مدينة جدة السعودية ملتقى مجلس الأعمال التنسيق بين الأعمال السعودي العراقي والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية هنا في المملكة العربية السعودية. هذا الملتقى الذي يسهم بشكل كبير في نمو التجارة ونمو الاقتصاد في الفترة الأخيرة. هناك 5 سنوات مرت على تأسيس هذا الملتقى الذي بدأ في النمو يوما بعد يوم وعاما بعد عام من خلال حجم التبادل التجاري في عدة قطاعات وعدة مجالات. بيعمل هذا الملتقى من أجل توطيد العلاقات بين البلدين في هذه المجالات. هناك توطيد العلاقات وتحسين ونمو في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية وأيضا الثقافية. حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 5.7 مليار ريال هو يعني إحصائية العام الماضي، وهناك توقع أن يزداد هذا الرقم خلال السنوات القادمة من أجل يعني زيادة العلاقات ومن أجل زيادة النمو في حجم التبادل التجاري الذي تم خلال العام الماضي وخلال عام 2020 عند فتح منفذ عرعر الشمالي الذي يربط الحدود العراقية السعودية. هذا المنفذ الذي ساهم بشكل كبير في نمو هذا الاقتصاد ونمو التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور الشاحنات بين البلدين.